يصور المطرب والفنان حماده هلال مشاهده في مسلسل رمضاني قانون عمر، وتجمع المشاهد بينه وبين إيمان العاصي ومحمد منصور وباقي فريق العمل، واستمر التصوير في نفس الديكور 4 أيام، وبعدها بينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير. قانون عمر من بطولة حماده هلال وإيمان العاصي ومحسن منصور ومن إخراج أحمد شفيق ومن إنتاج صادق الصباح، وهو التعاون الثاني على التوالي بين المنتج صادق الصباح وحماده هلال بعد مسلسل طاقة القدر واللي عرض في شهر رمضان الماضي.